وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة التناصح الفضائية، ونناقش في هذه الحلقة أبعاد دعوة مصر لبعض أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع هناك، وما صدر أو خرج به هذا الاجتماع من بيان أشار إلى عدة نقاط، وكذلك المصادر التي نقلت وأكدت سعي الإمارات لإيجاد بديل عن حفتر في ليبيا، وهذا البديل هو العارف النايض رئيسا لحكومة تسمى بحكومة الوحدة الوطنية كما أشارت المصادر. نناقش هذا الموضوع مع عدد من الضيوف، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. تمر الأيام يوما يتلوه الآخر، وتتبدد معه أحلام خليفة حفتر وداعميه في السيطرة على العاصمة طرابلس، ودون ما أن تحقق ميليشياته المجتمعة جنوب العاصمة أي تقدم يحفظ لقائدهم وداعميه ماء وجوههم، خاصة بعد الفضائح المتتالية التي تثبت تورط دول إقليمية وغربية في خرق قرارات مجلس الأمن الدولي ودعم زعزعة الأمن في ليبيا ومحاربة الحكومة التي يعترف بها العالم شرعية وحيدة للبلاد. ومع مرور الوقت وعدم إحراز حفتر أي تقدم على الأرض، بل على العكس تماما، فقد خسر غريان مركز قيادة عملياته العسكرية في معركة سريعة وحاسمة لم تستغرق ساعات، بدأت بعض الأطراف المحلية والدولية في السعي نحو إيجاد حل يمنع انهيار ميليشيات حفتر، وبالتالي انهيار مشروع الثورة المضادة في ليبيا. لعل ذلك يوضح سبب دعوة مصر لأعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع في القاهرة للوصول إلى ما سمي تفاهمات لحل الأزمة الليبية. الاجتماع الذي عقد بالقاهرة لم يخرج بجديد، إلا مجرد الإشارة في ختام بيان النواب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى أمور البلاد، ويأتي هذا بعدما رجح قبل أيام من عدة مصادر من محاولة الإمارات إيجاد بديل عن حفتر بتشكيل حكومة تسمى حكومة وحدة وطنية يرأسها العارف النايض السفير الليبي السابق في الإمارات، حكومة قال مراقبون إن الإمارات فرضت على حفتر القبول بها والانصياع لتعليماتها والتبعية لها، وورد ذكرها مرة أخرى في تصريح لرئيس البرلمان الموازي في طبرق عقيل صالح قبل أيام، حيث قال إن مجلسه يعكف على تشكيل حكومة وحدة وطنية دون تسمية النايض حتى جاء اجتماع القاهرة. فما حقيقة هذه المساعي في الوقت والظرف الراهن؟ وهل هي بديل للإمارات عن حفتر بعد فشله؟ وهل تنجح تلك المساعي؟ وما هي حظوظها؟ إذن أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية. أرحب بضيفي من استديوهاتنا في العاصمة طرابلس الدكتور علي بوزعكوك عضو مجلس النواب، في انتظار أن ينضم إلينا كل من عضو المجلس السيد عمار الأبلق وكذلك الناشط السياسي مروان الدرقاش. أهلا بك دكتور علي. بداية يعني لو توضح لنا ما الذي جرى في القاهرة هذا اللقاء، هل كانت جلسة لمجلس النواب والدعوة أساسا لعقد جلسة، أم أن الذي جرى هو مجرد اجتماع تشاوري عادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا سمعنا منذ أسبوعين من أحد النواب في مجلسنا، مجلس النواب المنعقد بطرابلس وهو المجلس الشرعي حسب الاتفاق السياسي، أن السفير المصري اتصل به وذكر له أن مصر تفكر في دعوة أعضاء من مجلس النواب من المنعقد في طرابلس وأعضاء من الباقين الذين لم ينضموا إلى المجلس في المنطقة الشرقية التابعين لطبرق، ونوقشت هذه القضية في مجلس النواب في طرابلس ورفضها المجلس بعد نقاش كامل
شكلا وموضوعا، وذكرنا أن أحد الأسباب الرئيسية أن مصر ليست وسيطا نزيها في هذه القضية، بل هي طرف من أطراف النزاع، ونحن لا يمكن أن نضع السيادة الوطنية لمجلس النواب الليبي تحت أمرة أو رهينة لأي جهة خارجية على الإطلاق. هذه بدايتها، وعندما بدأ النواب الذين ذهبوا إلى القاهرة في اجتماعهم لم يحضر أحد ولم يمثل مجلس النواب الحقيقي المنعقد في طرابلس حسب الاتفاق السياسي هذا اللقاء، واعتبرناه خروجا على الشرعية، واعتبرناه استرهانا للسيادة الوطنية لجهة أجنبية. نعم، هل كان من بين المشاركين في هذا الاجتماع أعضاء من الذين يحضرون جلسات البرلمان في العاصمة طرابلس؟ لم يذهب أي أحد مكلفا من المجلس، إن كان قد ذهب أحدهم بصفة فردية فهذا شأنه، وبهذا أمر بينه وبين من انتخبوه. نعم، طيب رؤيتكم لما جرى سيد علي بوزاكوك، كيف ترى الذي جرى في القاهرة؟ أكيد أنت تابعت مخرجات هذا الاجتماع. أنا أعتقد أولا بادئ ذي بدء أنه اجتماع غير شرعي. كيف يجتمع مجلس النواب الليبي على سلطة تشريعية في ليبيا في بلد خارج ليبيا؟ لا داعي على الإطلاق لذلك، وهو أيضا دعوة من جهاز المخابرات في دولة مصر الشقيقة التي تحاول أن ترد على خسارة عميلها حفتر في هجومه وعدوانه على طرابلس بعد الانكسار الكبير الذي حصل له في مدينة غريان، فيحاولون يعني شق الصف في مجلس النواب، ويحاولون إيهام العالم بأن حفتر لازال أو أن المجموعة التي تساير مصر في مجلس النواب لا زالت لديها قدرة على إيجاد حلول للإشكال الليبي. لم تخرج من مصر ولا من هؤلاء الذين اجتمعوا في القاهرة أي إدانة للعدوان الغاشم الذي حصل على طرابلس أو على غريان، ولا على الإجرام الكبير الذي قام به حفتر ضد الأبرياء في عاصمتنا الأبية. ولهذا أعتبر أن مخرجات اللقاء، أصلا اللقاء مبني على أساس غير شرعي، وما بني على غير أساس شرعي فهو غير شرعي، ومع هذا فالبيان يقول بمدنية الدولة. مدنية الدولة إذن عدم اعتراف بحفتر، إذن لماذا لم يدينوا العدوان على حفتر، عدوان على طرابلس الذي قام به حفتر؟ طيب نعم، سنأتي على هذا السيد علي بوزاكوك، ولكن قبل ذلك أريد أن أفهم، يعني لأن الحديث الآن في البداية يجب أن يكون على هذه الدعوة المصرية، لأن حقيقة الاجتماع جاء بدعوة مصرية، دعوة رسمية. في رأيك لماذا هذه الدعوة من القاهرة على وجه التحديد؟ لماذا وجهت هذه الدعوة؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ وأيضا ما دلالة التوقيت؟ أعتقد يعني توضيحا للمشاهدين والمستمعين، الدعوة جاءت من مصر للملمة جراح القوات التي تساندها مصر في هجومها على طرابلس وفشلها في يعني اجتياح العاصمة. لسقوط مشروع حفتر أرادت أيضا، جاءتنا بعض الأخبار بأنه حاولوا أن يظهروا قضية الاختيار لحكومة وحدة وطنية بقيادة المدى وعارف النايض، هذه أيضا من الأخبار التي تناقلتها الأنباء. لكن الواقع أن مصر يعني وجدت في أن مشروع حفتر قد فشل، وأن هجوم حفتر على طرابلس لم ينجح، ولهذا أرادت أن تلملم سياستها وأن تأتي ببديل عن الذي حصل، بادعاء أنها تريد أن تلم أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس مع الأعضاء المقاطعين له الموجودين في الشرق الليبي. طيب ابقى معي دكتور علي، انضم إلينا أيضا عضو مجلس النواب عبر الهاتف دكتور عمار لبلق. دكتور عمار، يعني بعد الترحيب بك،
دلالة التوقيت، يعني دكتور علي بزعكوك يقول بأن هذا جاء لإنقاذ حفتر الذي خسر المعركة عسكرية ربما وتم طرده من غريان، وهو يعني في حكم المهزوم على أسوار العاصمة طرابلس. يعني في رأيك هل هذا فقط هو السبب الآن وراء هذا الحراك السياسي للقاهرة وربما أبو ظبي من ورائها؟ اهلا وسهلا بك اخي محمد وبمتابعي قناه التنصع الفضائي. الامر كما قال الدكتور علي هناك شقان، يعني العمليه السياسيه وكذلك الجانب الميداني والجانب العسكري، الامران مرتبطان ببعضهما. خليفه حفتر لم يكن مرحبا به ولا لغيره الا بعد عمليه سياسيه اللي هو من بينها بشرعنته في مجلس النواب الذي انعقد في طبرق بصفته قائدا عاما للجيش الليبي، وانه اخذ التفويض من القائد الاعلى للجيش الليبي اللي هو عقيله صالح الذي شرعنا الهجوم على العاصمه. فتواصل معه الاطراف الدوليه وتلتقي به ليس كقائد ميليشيا وانما كقائد عام للجيش الليبي تحت شرعيه ما يسمى بمجلس النواب الذي اجتمع في طبرق واعطاه هذه الشرعيه. الان نجد ان الخليفه حفتر بعد غزوه للعاصمه وامتعاض عدد كبير جدا من اطراف المجتمع الدولي او حتى الداعمين الان بعد الفشل، لانه هو اعطاهم مهله 72 ساعه لاجتياح العاصمه والترتيبات، ثم بعد ذلك ليكون الحادث ما حديث. ايضا هذا الامر قاد الى انشقاق مجلس النواب، عدد كبير جدا من النواب يجتمعون في طرابلس، حاول عقيله صالح دعوه مجلس النواب في طبرق للانعقاد اكثر من مره ولم يفلح في عقد ولا جلسه واحده، حتى ان عدد منهم المؤيدين لمشروع عسكر في الدوله والغزو العاصمه اجتمعوا في مدينه بنغازي وليس تحت قبه مجلس النواب في جلسه خاصه باركوا فيها هذا العدوان. طبعا مصر تعرف جيدا بان اي مسار عسكري لابد ان يكون له غطاء سياسي. الغطاء السياسي عندما لم يستطع مجلس النواب الاجتماع وان هذه العمليه هي غير شرعيه وان عدد كبير جدا من النواب الان يساهم مجلس النواب في طرابلس ويرفضون عسكر في الدوله ويرفضون العوده الى المربع الاول ويؤمنون بمدنيه الدوله وهم العدد الان اكثر من 60 نائب، بل اننا سنجده بعد اربعه اشهر اكثر من 120 نائب، ويعرفون ان مجلس النواب في طبرق الآن أصبح في حكم المنتهي حقيقة، لابد من إيجاد مخرج سياسي لتغطية هذا الفشل. يعني حتى وإن كان العملية العسكرية فشلت في الغرب الليبي فهناك الهلال النصفي، هناك الجفرة، هناك الجنوب، لابد من إيجاد واجهة سياسية يشتغل تحتها هذا المجرم خليفة حفتر. واضح، واضح جدا. ابقى معي دكتور عمار وأنتقل للدكتور علي بزعكوك. دكتور علي، مصر اللي تدعم في خليفة حفتر جهارا نهارا وهي تعترف بذلك وتقول يعني أنها تساند بين ظفرين الجيش في هذه الحرب، هل يمكن أن تكون طرفا محايدا لجمع فرقاء مجلس النواب الذين أصلا يعني هذا المجلس الذي كان يظهر وكأنه موحدا في طبرق، يعني كانت القشة التي قسمت ظهره هي الحرب على العاصمة طرابلس، اتضح الانقسام وجاء عدد كبير من النواب وعقدوا جلساتهم ونقلوا مقر المجلس إلى طرابلس، بالتالي مصر هل يمكن أن تكون طرف محايد لتجمع فرقاء مجلس النواب؟ لا يمكن لحكومة مصر، وأنا أتكلم على حكومة مصر لأني أريد أن أفرق ما بين مصر كشعب وكدولة شقيقة وبين حكومتها التي تسيرها، أن تكون طرفا محايدا في النزاع الليبي أو في القضية الليبية، لأن هي جزء من النزاع الليبي، هي التي أعطت التمويل المالي والحربي بدعم من الإمارات وبالذات أبو ظبي لمجرم الحرب حفتر، والذي قام بتدمير بنغازي وبتدمير درنة، وحتى الطائرات المصرية شاركت حفتر في ضرب بنغازي وفي ضرب درنة. مصر تعتبر طرف في هذا النزاع، ولهذا نحن في مجلس النواب الليبي المستقل عن أي عن أي ارتهان لأي جهة أجنبية أدنى هذا الأمر وقلنا أن مصر ليست وسيطا نزيها حتى يذهب النواب الليبيون إليها
لتقوم هي بدور الوساطة بينهم وبين مجلس النواب الشرعي الموجود في طرابلس. أنا أعتقد أن هي محاولة لملمة لسياستها تقوم بها المخابرات المصرية التي تعمل قدر جهدها على أن تسيطر على القضية الليبية وعلى أن تعمل واضح. لدعم يعني عملائها في الأرض الليبية. طيب إذا كانت يعني مصر طرف لا يمكن أن تكون طرف محايدا الآن لجمع فرقاء البرلمان، أسأل السيد عمار لبلق، إذا ما قيمة هذا الاجتماع إذا ما كانت يعني مصر لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في 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 هذه الأزمة، أزمة مجلس النواب وأزمة الثقة بين الأعضاء؟ مصر هي عبارة عن تريد أو لملمة أو اجتماع من بين يطلع منا بيان، وربما الوصول إلى تشكيل حكومة تحت مسمى بعد فشل اتفاق الصخيرات وأيضا فشل الحكومة في طرابلس، ونحن نعرف بأن هناك دعوات كثيرة جدا في السابق اللي هي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإخراج حكومة، ونعرف بأن حكومة الصينية أصلا هي الآن خارج التغطية بكامل، يحاولوا أنهم يهاموا المجتمع الدولي أننا نحن نريد أن نؤسس هذا مجلس النواب اجتمع ويريد أن يخرج حكومة وحدة وطنية ويوحد المؤسسات، ولكن هو الهدف الرئيس هو إنقاذ المجرم حفتر من السقوط المريع السياسي يعني ومجموعته الداعمة له. إذا كان احنا بنتكلموا على أي أساس يجتمع الفرقاء، من هم الفرقاء؟ هل الفرقاء الذي يؤمن بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وضرورة إيجاد دستور والخروج بالبلاد من هذا المأزق الراهن وانتهاء المراحل الانتقالية للوصول إلى المرحلة الدائمة، أم الفرقاء الذين يدعمون من عملية عسكرية أصلا غاشمة تريد أن تعيدنا إلى المربع الأول؟ هل هؤلاء الذين أقسموا على مسار مبادئ فبراير وضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي ومدنية الدولة هم الذين أخلوا في نفس الوقت؟ لا يمكن الجمع بين الماء والنار أو بين الجنة والنار أو بين الأطراف، لا يمكن بذلك الصنعية. هذا أولا، هذا إذا كان الطرف محايد لابد من وضوح الأجندة إذا كان فيه مسائل عالقة، لأن هذه مسائل أحيانا من نقاشات والحوارات طيب. وما يسمى بالحوار لابد إلى الوصول إلى مشتركات، لكن الذي يختلف معك في المبدأ الأساسي هناك فرق واضح جدا، هناك طرف في اتجاه والطرف الآخر في اتجاه ولا يمكن الجمع بينهما. هل الذين يدعمون الدولة المدنية يقولون بأن خليفة حفتر خلاص نرضى بها أن ممكن نعطوه 4 سنين حكم ديكتاتوري وبعدين نخشه في الدولة المدنية، أو الطرف الثاني الذي يريد أن يسيطر خليفة حفتر على العاصمة ويعود بالبلاد إلى المربع الأول ويكون كخلفه القدافي اللي هو تلميذ سيء للقدافي حقيقة في أفكاره وفي أسلوبه وفي كل ما يقوم به خليفة حفتر، هو تلميذ سيء جدا للقدافي. هل هؤلاء هم الطرفان يستطيعان يجتمعان أن يقولوا الطرف الثاني يقول لا نؤمن بمدنية الدولة وضرورة اختيار الناس للاقتراع السري المباشر وأيضا من خلال صناديق الاقتراع؟ هذا لا يمكن بحال يعني يا أخي، وبذلك أصلا هم هذا من حيث المبدأ. حتى ولو أن جاءت دولة محايدة تريد أن تجمع ما بين الأطراف، لا يمكن أن يجتمع هذان الطرفان على 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 قاعدة سواء أبدا إلا إذا كان واضح جدا. ابقى معي سيد عمار. نعم ابقى معي عذرا عن المقاطعة. أرحب بضيفي الذي انضم إلينا من استوديوهاتنا في مصراتة السيد مروان الدرقاش الناشط والمحلل السياسي. سيد مروان أهلا بك. الحديث بداية يعني عن الاجتماع والدعوة التي وجهتها مصر لأعضاء مجلس النواب للاجتماع في القاهرة، السؤال هنا ما الذي تريده القاهرة بهذه الدعوة في رأيك، وأيضا بعض ملامح حراك سياسي جديد تقوده الإمارات ومصر في ليبيا وأحاديث أخرى سيأتي ربما الحديث على خاصة موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الضفرين، ما الذي تريده القاهرة الآن؟ ما تريده القاهرة هو ما تريده الإمارات العربية المتحدة، ما تريده فرنسا، ما تريده السعودية، انتشال حفتر من الوحل الذي وقع فيه، من المستنقع الذي رمى بنفسه إليه، فشل حفتر في هجومه على العاصمة ومحاولاته احتلال العاصمة
هو ما جعل داعمي حفتر يتحركون بشكل كبير دبلوماسي وسياسي لمد حبل الإنقاذ لحفتر وحاولة انتشال حفتر من المستنقع كما قلت الذي ألقى نفسه فيه. هذه هي محاولات مصر، محاولات الإمارات ومحاولات فرنسا، وأيضا للأسف رأينا حتى أطراف أخرى كنا نعتقد بأنها لا تدعم حفتر بشكل مباشر، ولكن أعتقد الآن أن الحكومة الأمريكية أيضا جزء من هذا المشروع، مشروع الكرامة ومشروع الثورة المضادة في ليبيا، وربما تكون هي المحرك له من في الأساس، وأن كل من يعمل معه في هذا المشروع هو وكيل ويعمل بالوكالة لهذه الحكومة. حكومة ترامب للأسف الشديد تقف مع في داعمي حفتر، وهذا واضح من خلال بيان الدول الستة الذي ظهر علينا أمس يتحدث عن وقف إطلاق النار، ولكنه لا يتحدث عن رجوع القوات الغازية إلى قواعدها التي انطلقت منها، وهذا لا يسمى وقف إطلاق النار ولا تسمى مصالحة، وإنما هذه مناورة سياسية تقوم بها دول كبرى للأسف في المجتمع الدولي لإعطاء حفتر متنفس لكي يحشد قواته من جديد ويجلب الدعم العسكري من دول مثل مصر والإمارات ويجلب المرتزقة ويعاود الهجوم بعد أن ينال قسط من الراحة. طيب. ويتحصل على الهدنة. ما يدعونا إليه في الحقيقة هي هدنة وليست وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار يعني رجوع القوات إلى أماكنها. نعم. وليس البقاء في أماكنها، ولم نسمع عن هذا الرجوع. أما عن طيب الحديث الآن سيد مروان على موضوع النواب، لذلك أريد أن أسأل وسألت ما الذي تريده القاهرة الآن، ولماذا القاهرة أصلا وليست مدينة ليبية أخرى حتى يعني حتى مدينة يتفق عليها الطرفان من النواب؟ أي مدينة؟ كل المدن الآن إما تقع تحت سيطرة حفتر، وإذا قلنا تحت سيطرة حفتر لا وجود لأمن وأمان. شاهدنا اليوم ما حدث للنائبة سهام سرقيوة في وسط بنغازي، سهام سرقيوة الآن مهددة بالموت، يعني تم إحراق منزلها وتم اقتيادها وابنتها إلى مكان مجهول لمجرد أنها جاءت إلى طرابلس وشاركت في اجتماعات طرابلس. الآن هل مصر الآن تستطيع أن وقد شاركت فعلا حتى في اجتماعات القاهرة؟ نعم بالضبط، يعني هل تستطيع مصر الآن التي دعت سهام سرقيوة إلى اجتماع القاهرة وذهبت سهام سرقيوة الآن، أنا لا أتحدث على مصر، يعني استجابة لدعوة السيسي، هل يستطيع السيسي الآن أن يتصل بصديقه حليفة حفتر ليأمره أو يطلب منه يعني إطلاق سراح سهام سرقيوة وهي نائبة تمثل الشعب الليبي ومنتخبة من الشعب الليبي، أو هكذا يقولون هم، يعني يقولون أن لديهم الشرعية وأنهم جسم منتخب. إذا كان لديكم الشرعية ولديكم جسم منتخب، لماذا لا تحترمون نواب الشعب أو هكذا لا ترونهم؟ يعني هل يقاد نائب الشعب بمثل هذه الطريقة؟ إذا كان النيابة العامة والقضاء الليبي لا يملك أمر القبض على نائب إلا بعد رفع صفة الحصانة الدبلوماسية عليه، فكيف تقاد سهام سرقيوة بهذه الطريقة؟ ونحن مهما اختلفنا مع سهام سرقيوة لكن لا نرضى أن تعامل المرأة الليبية بهذه الطريقة، وأن يعامل المواطن الليبي أيضا بهذه الطريقة مخالفة للقانون، مخالفة للأعراف، مخالفة لحقوق الإنسان. إذا أين هي الضمانات التي قطعتها مصر للنواب الذين سيحضرون جلسة القاهرة أو حضروا جلسة القاهرة؟ أعتقد بأنها لعبة سمجة، المراد منها إنقاذ خليفة حفتر من الفشل الذريع الذي وقع فيه، ومحاولة إخراج الآن مشروع الكرامة بثوب مدني عبر طرح يعني اقتراح الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، وقد هيئوا لرئاستها عارف النايض، وبدأ عارف النايض في حملة العلاقات العامة داخل ليبيا وخارج ليبيا ليكون هو الوريث. طيب. خليفة حفتر، أو ربما يكون عزمي منصور لخليفة حفتر كما كان عزمي منصور يعني أعطى الشرعية للسيسي قبله. نعم واضح جدا. ابقى معي سيد مروان درقاش، وأدعو ضيوفي الآخرين البقاء معي، الدكتور علي والدكتور عمار. أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام أدعوكم للبقاء معنا، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود بإذن الله.
يعد محيط مطار طرابلس من أكثر الأماكن التي دارت بها المعارك منذ بداية الهجوم على العاصمة من قبل قوات حفتر في أبريل الماضي. جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة دارت رحاها عند مطار طرابلس الدولي، وسعت قوات عملية بركان الغضب سيطرتها على المحاور المؤدية إلى المطار شمالا وجنوبا وغربا. اليوم 8/5 الاقتحام المطار، ولله الفضل والمنة هذه أحد دباباتهم تحترق، وهذه آلياتهم بالكامل من جميع المحاور، من 7 محاور. شوفوا الآليات كيف تحترق. طبعا ليش المطار هذي خلها بعد يتم المطار ان شاء الله، واحنا راه ما ندروش في حاجه مهمه، يعني المطار غير الناس والمطار المطار هو الموضوع مش في المطار. بركان الغضب يتور في وجه الطغيان ويلفظ ميليشيات حفتر الإجرامية من داخل غريان. ويسعدنا في هذه اللحظات المهيبة أن نزف ونعلن تحرير مدينة غريان بالكامل من قبضة ميليشيات حفتر التي عاثت في الأرض فسادا وعودتها إلى حضن الوطن. كل ما نستطيع الحولة بإذن الله إن شاء الله، يعني في القريب العاجل ستكون هناك الصفحة الأخيرة من صفحات المعركة، الصفحة بالمفهوم العسكري. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عدنا إليكم في هذه التغطية وأرحب مرة أخرى أيضا بضيوفي. أسأل ضيفي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس دكتور علي بزعكوك، يعني في بيان نواب المجتمعين في القاهرة جاء ورد ذكر مسألة السيادة، ربما سيادة ليبيا والمحافظة على سيادة ليبيا. هل يعني هل هذه الديباجة في هذا البيان السيادة والمدنية وغيرها من الأمور التي أكدوا عليها، هل هذا كاف لربما لإزالة المخاوف؟ أعتقد أنك هنا أشرت إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية أن جميع هؤلاء النواب أدوا القسم، والقسم يقول والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدة ترابها. سيادة ليبيا لا تعني أن ينعقد أبناء ليبيا الممثلون لشعبها في أي مكان خارج الوطن. ليبيا ليست محتلة حتى ينعقد مجلس النواب في مكان خارج الاحتلال. ليبيا حرة مستقلة، وحكومة الوفاق الوطني هي نتيجة لاتفاق الأطراف الليبية في الصخيرات، وقد اعترف بها المجتمع الدولي بأكمله. فإذن هناك الآن كل مركبات السيادة موجودة في العاصمة الليبية طرابلس، وهؤلاء الإخوة الذين ذهبوا إلى مصر حنتوا بالقسم الذي أدوا به يمين الارتباط بهذا المجلس، مجلس النواب، برهنهم لسيادتهم لدولة خارج ليبيا ولمخابراتها التي جمعتهم هناك. فأنا أعتقد أن قضية الكتابة في البيان سيادة رهنوها، كيف يكون لك سيادة وأنت تجتمع في دولة لا تملك أنت فيها إلا حق اللجوء السياسي، وحتى اللجوء السياسي أنت محروم منه، الذي دعتك المخابرات ولم يدعيك أيضا مجلس النواب المصري، ونحن نعرف تركيبة مجلس النواب المصري، ناهيك على كثير من القرارات والقوانين التي أصدرها مجلس طبرق خدمة لمصر، بما فيها الاتفاق الأمني بين مصر وبين مجلس نواب طبرق، والذي سنعمل على تحرير كثير من هذه القوانين والقرارات إن شاء الله في مجلس نواب طرابلس، كما حررنا أول قرار بإلغاء صفة القائد العام عن المجرم الحرب حفتر في الأسابيع الماضية.
نعم، أنتقل للسيد عمار اللبلق وأسأل هنا عن ربما نظرتكم أنتم كنواب الآن، ومجلس نواب موجود في العاصمة طرابلس ويمارس أعماله ولديكم جلسات رسمية، نظرتكم لمخرجات هذا الاجتماع في القاهرة وما مدى أهميتها؟ أعتقد أن الاجتماعات التي في القاهرة لم تؤتي أكلها، لأنه فشل ذريع، لأن أعتقد أنهم كانوا يريدون أن يخرجوا، كانت الترتيبات الغاية منها إخراج ما يسمى بحكومة وحدة وطنية، كانت الترتيبات اللي هي إخراج المخرجات في مؤتمر صحفي، طبعا حدثت مشادات كبيرة جدا ما بين النواب الذين اجتمعوا في مصر، منهم من يؤيد فكرة الدولة المدنية ومنهم الرافض لها الدعم لمجرم الحرب خليفة حفتر، ولذلك حتى الذين اجتمعوا في القاهرة هم منقسمون على أنفسهم لا يمثلون تيار واحد. أعتقد أن مصر فشلت بذلك، وبذلك هم وجدوا مخرج آخر أنهم هم سيعززون التئام مجلس النواب في أي مدينة ليبية أخرى وسيستمر التشاور وغيره. طيب البيان أشار سيد عمار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، نعم البيان أشار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يعني هل هذا تجاوز لاتفاق أسخيرات من هؤلاء النواب ربما ومصر؟ هل تم ربما إقرار تجاوز اتفاق أسخيرات، بالتالي تجاوز حكومة الوفاق الوطني، تجاوز مجلس الدولة كشريك سياسي موجود؟ هم طبعا الاتفاق السياسي أقروه أكثر من 101 نائب في مجلس النواب في طبرق عند اجتماعهم، أقروا الاتفاق السياسي في بداية التوقيع على مشروع الصخيرات، ثم بعد ذلك لم يمنحوا حكومة الصخيرات الثقة، لأن حكومة الصخيرات كانت أصلا وأنها إلى حد الآن تشتغل هي بدون منح ثقة لا من مجلس النواب طرابلس ولا من مجلس النواب طبرق، وبذلك هؤلاء الوزراء الآن يقومون هم مفوضون فقط من رئيس المجلس الرئاسي بأداء أعمالهم، الآن هم خارج المحاسبة وخارج إطار منح الثقة، وبذلك هم لم يعترفوا بالحكومة ويرون بأن الحكومة لا تمثل مجلس النواب ولا تمثل الرؤية التي يمثلها مجلس النواب، هذا ليس قبل العدوان حتى ليس بعد العدوان ولكن إنما حتى قبل العدوان، هم يحاولون الآن من بين، لأن يعرفون بأن غسان سلامة تكلم على أداء الحكومة، ونحن نعرف نعيش في ليبيا ونعرف بأن الحكومة فشلت فشل ذريع في أبسط الأشياء حتى للمواطن الليبي لم تلبي رغباته، وهو وعلى هذا الأساس ذهب غسان سلامة والمجتمع الدولي إلى ما يسمى بالملتقى الجامع الذي كان مقررا أن يعقد في غدامس في 15 أبريل الماضي، ولكن هجوم العاصمة منع هذا الاجتماع أن يلتئم في مدينة غدامس، هم يحاولون الآن من بينها القفز على اتفاق الصخيرات وإخراج حكومة برئاسة طبعا المدعو عارف النايض لأنه هو سيكون الواجهة السياسية للتصويت للمجرم الحرب خليفة حفتر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الفشل الذريع، لأن الفشل والهزيمة التي ستلحق هذا المجرم في القريب العاجل في الغرب الليبي سيتبعها هزيمة الجنوب وفي المنطقة الوسطى، وربما خليفة حفتر لا يجدون له بديلا إلا بعد فترة طويلة جدا، لأن أعتقد أن هناك المشروع الدولي أو المشروع الإقليمي هو لن يكتفي إذا كان فشل خليفة حفتر، فسيشد ألف خليفة حفتر بديلا له. واضح جدا سيد عمار لبلق عضو مجلس النواب كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أنتقل لضيفي من مصراتة سيد مروان الدرقاش الناشط والمحلل السياسي، هناك الآن حديث على طرح اسم عارف النايض كما أيضا تحدث سيد عمار لبلق رئيسا لهذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية كما سميت، هذا الأمر ليس جديد الآن، هذا ورد حتى في تسريبات إعلامية قبل أيام عن مصادر رسمية مصادر مقربة في مجلس الدولة ومجلس النواب، كذلك أشارت إلى أن الإمارات تطرح بديل الآن عن حفتر وهو حكومة الوحدة الوطنية برئاسة العارف النايض، هل هناك تفاهم مصري إماراتي؟
هذا مقترح قد تقدمت به الإمارات، وبالتأكيد تؤيده مصر، لأن أنا بدأت الآن يعني على ثقة بأن الإمارات ومصر ما هي إلا واجهة لمشروع ربما يكون دولي وليس إقليمي، هو من يرسم هذا المشروع وهو من يحاول أن يضع ملامح هذا المشروع، سواء كان واختيار الشخصيات له أيضا، سواء كانت الشخصيات العسكرية باختيار خليفة حفتر، وأعرف جيدا بأن خليفة حفتر له ارتباطات مع المخابرات الأمريكية وأقام هناك في أمريكا 20 سنة، ويعني كل ما حدث من مناورات سياسية بعد هجوم حفتر إلى طرابلس، اتصال الرئيس ترامب به، محاولات مستشار سياسي لترامب أن يقوم ب يعني حصول على إذن من الخارجية الأمريكية لكي يعفى حفتر من الملاحقة القضائية، كل هذه الحوادث تبين لنا بالفعل بأن هناك طرف في الحكومة الأمريكية ربما يكون وراء هذا المشروع. أيضا عارف النايض ارتباطاته في الإمارات العربية المتحدة وارتباطاته الدولية بالفاتيكان وببعض المنظمات المعروف عنها، التوجه الصهيوني الصليبي، كل هذه الأمور تدعونا إلى التفكير بأن هذا المشروع كما قلت وراءه يعني دول مجتمع دولي أو أطراف قوية في المجتمع الدولي، هي من يحدد الملامح هذا المشروع، يحدد خيارات هذا المشروع، يحدد الشخصيات التي سوف يناط بها أدوار معينة في هذا المشروع، ثم تقوم الإمارات ومصر ودول مثل فرنسا وغيرها بتسويق مثل هذه المقترحات وبدعم هذه الشخصيات والوقوف معها ومساندتها سياسيا ودبلوماسيا حتى تؤدي الأدوار المناطة بها. ولكن أنا على ثقة بأن الليبيين قادرين على قلب كل هذه المخططات وهذه المشاريع بصمودهم في وجه العدوان على طرابلس. طيب، لأن العدوان على طرابلس من تداول هذه المعلومة سيد مروان. نعم، قبل ورودها في بيان مجلس النواب كانت هذه المعلومة يتم تداولها في وسائل الإعلام نقلا عن مصادر كما ذكرنا. قال هؤلاء الذين تناقلوا هذه المعلومة، قالوا بأن الإمارات انتقلت الآن إلى الخطة باء كما وصفوها، وهي إيجاد بديل لحفتر، ويعني حتى في التقارير الصحفية المنشورة عن هذا يعني هناك تصريحات تؤكد بأن العارف النايض قد التقى بحفتر، وأن الأخير قبل أن يكون تابعا للعارف النايض في هذه الحكومة التي ربما تشكل على مضض. بالتالي هل صحيح أن الإمارات انتقلت الآن إلى الخطة باء؟ لا 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 أظن ذلك، هي مناورة سياسية فقط لمحاولة يعني إعطاء صبغة مدنية للمشروع فقط ولا أكثر ولا أقل، لأنه الآن بعد الهجوم على العاصمة طرابلس وضحت بشكل سافر نوايا حفتر في أن يكون دكتاتور ليبيا والحاكم العسكري لليبيا. الآن هناك حاجة لإضفاء نوع من المدنية على مشروع الثورة المضادة بليثيان بعرف النايض، ولكن نعم. يعني أصحاب المشروع دائما يضعون شخصيات عسكرية قوية للمحافظة على مصالحهم، محافظة على أهداف هذا المشروع، لا يمكن أن يقوم بها إلا شخصية قوية. أنا أشرت بأنه ربما يكون دور عارف النايض هو تلميع مشروع الكرامة أو مشروع الثورة المضادة وإعطاء مبرر لحفتر بعد ذلك للترشح للانتخابات، هو داعم لحفتر والشخصية الرئيسية في مشروع الثورة المضادة هو خليفة حفتر، لأن دول المنطقة مكتوب لها أو يراد لها أن تساس من قبل أنظمة عسكرية ديكتاتورية، ولا يراد لها أن تساس بأنظمة مدنية واضح جدا صندوق الانتخابات، لأن صندوق الانتخابات غير يمكن السيطرة عليه من قبل الدول القوة الدولية والعظمى، ولكن شخص يحكم البلاد بشكل عسكري ودكتاتوري يمكن السيطرة عليه والسيطرة في وتوجيهه حسب مصالحه. نعم. واضح جدا.
ابقى معي سيد مروان وانتقل لضيفي من العاصمة طرابلس السيد علي بوزعكوك، واسال هنا، الا يعتبر هذا تجاوزا لمجلس الدولة وهو الشريك السياسي الاساسي الوحيد لمجلس النواب اصلا في الانقسام الحاصل احد اطرافه، الانقسام الذي كان في ليبيا والمستمر حتى الان احد اطرافه الاساسية هو مجلس الدولة، ومجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات يجب ان يكون شريكا أساسيا في أي تغيير وزاري أو حكومي، فما بالك بتشكيل حكومة أو طرح مبادرة جديدة؟ بالتأكيد هناك نقطتان أساسيتان في هذا الأمر. أولا هو ارتكاس مصر عن تأييدها لاتفاق الصخيرات، لقد كانت مصر جزء من الدول الحاضرة لتوقيع الصخيرات والموافقة على توقيع الصخيرات، فمن الناحية الدبلوماسية مصر يعني ملتزمة بالتفاق الصخيرات وملتزمة بتأييد حكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس. انتكاسها على هذا ودعوتها لمحاولة إيجاد بديل لحكومة الوفاق الوطني هذا نوع أيضا من عدم التزامها بالاتفاقات الدولية. النقطة الثانية بالتأكيد أن مجلس الدولة هو شريك في مخرجات الصخيرات، المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب بصفته السلطة التشريعية، هذه هي الأجسام الثلاثة. وكما ذكرنا من بداية حوارنا معكم أن الذين اجتمعوا في القاهرة ليسوا مجلس النواب، نواب كانوا يجتمعون في طبرق ولم يلتزموا بالارتباط بمجلس النواب المستقل الذي اجتمع في طرابلس، وهم أغلبهم الذين لهم مواقف وطنية مرحبون وندعوهم إلى أن يأتوا إلى مجلسهم، لأن هذا هو المجلس الذي سيحفظ كرامة الوطن ويحفظ كرامتهم أيضا. أيضا لا يجب أن ننسى أن اتفاق الصخيرات وأن مجلس النواب ملتزم بالدفاع عن قيم فبراير. هذا الذي حصل، وأنا يعني أستمع عذرا من زميلي مروان، ليست ثورة مضادة ولكنها القوى المضادة للثورة، والقوى المضادة للثورة من أبو ظبي إلى مصر إلى السعودية إلى فرنسا إلى غيرها. وأنا أؤكد للجميع يعني ليس هناك سياسة أمريكية داعمة لحفتر حقيقة، لأن يعني مجلس النواب الأمريكي عندما قدم حفتر للنائب العام للتحقيق معه هذا يعني أن هناك الحزب الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في مجلس النواب أخذ موقفا جريئا ولكن وقويا، ربما على مستوى الإدارة الأمريكية إدارة ترامب يختلف الأمر سيد علي. إدارة ترامب لا تستطيع أن تفعل أي شيء إلا بالموافقة من مجلس النواب أيضا، ومجلس النواب بهذه الطريقة وقف لها بالمرصاد على ما قامت به من مكالمة لمجرم الحرب حفتر تحت ضغوط اللوبي السعودي الإماراتي المصري الذي طلب من ترامب أن يتصل بحفتر. لكن أؤكد لك من معلومات الخاصة أن حفتر ليس لديه دعم من أمريكا إدارة ولا أمريكا من ناحية المخابرات الأمريكية. هذا على العموم هو يسوق في هذا الأمر لنفسه، ولكن هذا لا 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 أساس له من الصحة. المهم هذا شيء خارج عن إرادتنا، أهم شيء فيما نقوم به هو أن نحن يجب أن نتصدى للقوى المضادة للثورة سواء كانت في داخل ليبيا أو خارج ليبيا، وأهمها أن نحن مجلس النواب الليبي اجتمع في طرابلس، وعلى كل الإخوة الأعضاء الوطنيين الشرفاء أن يأتوا لينضموا إلى إخوانهم هنا في طرابلس لنعيد بناء ليبيا من جديد إن شاء الله. وأيضا إذا كان هناك إرادة لإعادة النظر في الحكومة فسنعيد النظر في الحكومة جميعا هنا في مجلس النواب لا تحت سيطرة طيب أي جهة. ما حدود هذا الطرح الآن سيد علي؟ ما حدود هذا الطرح الآن أو هذا الاتجاه موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجاوز حكومة الوفاق الموجودة الآن في العاصمة وأيضا تجاوز موضوع الشرعية الدولية والاعتراف الدولي؟ ما حدودها؟ حدودها لا زالت صفر حتى الآن، لأن الحكومة الوفاق الوطني وجيشها والقوى المساندة للجيش هي التي تتصدى للهجمة البربرية التي يقودها حفتر ومن معه من القوى الثورة المضادة. هؤلاء لا زالوا بفضل الله
هم الحارسون لسيادة هذا الوطن ولكرامة هذا الوطن. إذا كان هناك إن شاء الله بعد هزيمة هذا المجرم وجيوشه سننظر في الحكومة بما ينفع الوطن إن شاء الله من مجلس نواب ومجلس دولة بما نشكل هذا الأمر بحيث أن لا يكون لهذا الأمر أي تدخل أجنبي بإذن الله. أنتقل للسيد مروان الدرقاش. سيد مروان، الآن بما أن الحديث يعني سواء موضوع حكومة الوحدة أو غيرها هو عن مجلس النواب، فبالتالي هل مجلس النواب أصلا ما زال جسما قادرا على صناعة أي تغيير في المشهد الليبي؟ نعم أستاذ محمد، يجب شرح نقطة مهمة. منذ سنة 2014 ومنذ انتخابات مجلس النواب أو حتى قبل مجلس النواب كان عمل غرفة عمليات الثورة المضادة في ليبيا هو سحب الشرعية من الواجهة السياسية لثوار فبراير ومنح أو منع الشرعية لواجهة سياسية تعترف بحفتر أو تعترف بالانقلاب، وهذا ما حدث بالضبط بعد انتخابات يوليو 2014 وانتقال مجلس النواب إلى برلمان إلى طبرق. أصبح برلمان طبرق هو الواجهة السياسية في لحفتر أو للانقلاب، واعترف العالم بشرعية مجلس النواب بالرغم من حكم محكمة العليا. يعني بعد صدور محكمة العليا أحرج العالم، ولكن استطاع عن طريق اتفاق الصخيرات أن يعيد الشرعية إلى مجلس النواب من جديد ليكون واجهة سياسية لحفتر، وسحب الشرعية من المؤتمر الوطني العام الذي كان واجهة شرعية للثوار. لكن بعد 4 أبريل 2019 ما الذي حدث؟ بعد 4 أبريل 2019 وجد يعني مهندسو الثورة المضادة في ليبيا أنفسهم أمام يعني انتقال الشرعية من جديد من حفتر إلى الثوار. يعني الواجهة السياسية التي كانت تعطي شرعية لحفتر مجلس النواب ضربت في الصميم باجتماع النواب في طرابلس. أصبح الآن برلمان طبرق لا يستطيع أن يدعي الشرعية بشكل كامل، لأن الأعضاء المجتمعين في طرابلس هم أكثر من الأعضاء المجتمعين في طبرق، انهزت شرعية أو شرعية الواجهة السياسية لحفتر. وفي الطرف المقابل أصبحت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا هي واجهة سياسية للثوار، واجهة سياسية لمن يقاتل حفتر الآن. إذا بقدرة قادر بالرغم من يعني انتخابات يوليو والانقلاب على المؤتمر الوطني العام، وبالرغم من اتفاق الصخيرات الذي أعطى الشرعية لواجهة سياسية تعترف بحفتر، ها هنا وجدوا أنفسهم من جديد أمام واجهة سياسية معترف بها دوليا وهي حكومة الوفاق تعطي أو تكون واجهة سياسية للثوار فبراير الذين يقاتلون حفتر اليوم. بينما حفتر تهالكت أو اضمحلت الواجهة السياسية التي تعطيه الشرعية وهي مجلس النواب باجتماع النواب في طرابلس، هو موقف حرج. لذلك هم الآن يفكرون في سيناريو بديل وهو إلغاء أو إنهاء الشرعية أو الواجهة السياسية، شرعية الواجهة السياسية للثوار وهي حكومة الوفاق، وإيجاد حكومة وحدة وطنية برئاسة النايض، وسوف يكون أول مهامها إعطاء الشرعية لحفتر من جديد. هي صراع شرعيات يحاول من خلالها مهندسو الثورة المضادة في ليبيا هذا الجسم رفع الحرج على الداعمين الدوليين لحفتر، لأن الداعمين الدوليين محرجون من انتقال الشرعية الآن إلى الثوار من جديد، ويريدون واجهة سياسية معترف بها دوليا تعطي الشرعية لحفتر حتى يمكن دعمه دون حرج. نعم نعم سيد علي بزعكوك، ختام يعني لو أريد أن أسأل هنا، هل هذا الجسم الآن المسمى مجلس النواب ما زال جسما قادرا ربما على صناعة أي تغيير في المشهد السياسي الليبي، أم أن هذا الأمر قد خرج من أيدي الليبيين أنفسهم وأيدي حتى أعضاء مجلس النواب؟ أعتقد بادئ بدء أن باجتماع مجلس النواب في طرابلس هو هنا حقق قضية الاتفاق السياسي والمواد 16 و17 و18 التي أعطت مجلس النواب يجتمع في طرابلس بأعضاء منتخبين وأعضاء مقاطعين، وهذا أصبح مجلس نواب جديد قطع الحبل السري مع مجلس نواب طبرق، وأيضا أعطاه الحق في إعادة النظر في القرارات والقوانين التي قام بها
مجلس النواب في طبرق وحتى في اللائحة الداخلية. وباجتماعنا البارحة مع يعني وزير الخارجية ومساءلتنا له وسماعنا لإحاطته وللجنة الأزمة بدأنا للشارع الليبي نعلن أن مجلس النواب الحقيقي بدأ يمارس صلاحياته في مراقبة السلطة التنفيذية وفي مساءلتها. وبالتأكيد أن هذا لم يكن موجود في طبرق طوال الأربع خمس سنوات الموجودة هناك. فهذه إشارة على أن نعم مجلس النواب الموجود هو نعم. الآن في صميم إداء عمل الوطن السيادي في الدولة الليبية الجديدة. نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور علي بوزعكوك عضو مجلس النواب، كنت معي مباشرة من طرابلس. أشكر أيضا الناشط والمحلل السياسي سيد مروان الدرقاش كان معي مباشرة من مصراتة. أشكر أيضا عضو مجلس النواب الدكتور عمار لبلق الذي كان معنا عبر الهاتف. أشكركم أنتم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم ودام الوطن في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.